انا عيد ميلادي كان 27 اللي فات ده، ولسه بفتح لحد النهارده. ده معناه ان انا حد مهم يا جماعه، انا حد مهم جدا يعني. قال له لا معلش احنا كرامتنا بتنقح علينا. صباح الجمال، صباح الجمال. طبعا انا اسف على المنظر العره اللي انا طالع بيه ده. استنى لسه صاحي من النوم. ماشي، الجمعه مبارك عليكم. اقوم عشان اشوف اخواتي صاحيين ولا نايمين ولا مالهم النهارده. ماشي، عشان ايه؟ نروح نصلي الجمعه. لسه عايز ادخل اخد دوش بس اصحيهم الاول، عشان لو واحد فيهم كسلان لسه حد فيهم اي حاجه. ان كان نصحيهم، بعد كده ندخل ناخد دوش، نلبس الجلابيه البيضه الجميله ونتوكل على الله عشان نروح نصلي الجمعه. وجمعه مباركه عليكم تاني. على فكره انا مش اهلاوي، والله العظيم انا ما اهلاوي، بس انا بحب انفي التيشيرت ده، بيريحني. وما دام بيريحني خلاص مش مشكله بقى انا منتمي نادي ايه. بس انا مش اهلاوي، بس انا بحب البس التيشيرت ده، بيريحني في النور. نبدا باستاذ محمد اول واحد. بصوا الباب قدام الباب، اخرج من هنا اخش هنا. يا حتلج، مشغل التكييف ايه؟ محمد يا محمد بيه، محمد افندي. صباحيه مباركه يا عريس. جمعه مباركه. قوم انت، مخلي الاوضه تلج ليه كده؟ ما تصورش حسن بقى يا ستكيف. انا قاعد في التكييف يا عم، ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده الاوضه متلجه. لا وكمان مفيش سجاده. انا عايز اقول لكم ان الارض، يعني بصوا نعمل كده مثلا، الارض ساقعه متلجه. يلا يا اسطى قوم، يلا عشان طب قوم عشان لو هتاخد دش ولا حاجه. يلا يا اسطى قوم. طب يلا. ايه يا بيه؟ يا بيه يا حلو، انت هتفضل لسه زي ما انت كده؟ يوسف بيخلص. يوسف بيخلص ايه؟ هو مفيش في البيت غير حمام واحد؟ قوم خش اي حمام. يلا يلا خلينا نمشي، عايزين نحضر الخطبه من اولها. يلا قوم، هتيجي تصلي معانا؟ اول. طب يلا خش البسي وناخدك معانا الجامع. صباح الخير يا جمهوريه، عندنا الحاج سيد جوز اختي. يعمل ايه؟ بص حسن، انا هخش دلوقتي يا جماعه، ما بيحبش التصوير، فانا هخش دلوقتي عليه اساله بيحبش التصوير، بيتحرج من التصوير. هخش دلوقتي طبعا، بما ان انتوا عارفين ان انا رخم ورزل، فانا هخش ارخم عليك كاني بساله عادي ولا هي. ما شكرا يا حسن، خضني. احنا هخش دلوقتي نساله. تعالوا بس معايا. السلام عليكم. صباح الفل والقشطه والجمال. طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم الحاج سيد عاد يصور ولا بص طبعا تصورت. الحاج سيد جوز اختي طبعا، ربنا يبارك له ويديله الصحه يا رب. ابن الحاج رضا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له يا رب. نسالكم يا جماعه ان انتوا تدعوا له بالرحمه ولجميع موتانا يا رب. اللهم امين. فطبعا منورنا ومنور اليوتيوب كله ومنور الفيسبوك ومنور الانستجرام. يا اولاد اللذين. بس عايز اسالك سؤال. اتفضل. فمش هينفع اسالك السؤال ده من ورا الكاميرا. تمام. عشان بصراحه كده عايز، في حاجات كتير عايز اعرفها عشان ممكن اروح اقولها لاختي. تمام. يا ولاد اللذين. الحاج سيد طبعا لسه جاي من السفر بعد غياب، لسه جاي من السعوديه. 100 يوم و10. مش السعوديه جميله؟ السعوديه جميله بصراحه، يعني اجمل ما فيها الحرمين. وبما ان بقى ذكرنا السعوديه، طبعا تحيه لكل اخواتنا العرب، كل جميع انحاء العالم، تحيه خاصه للسعوديه. بما اننا ذكرنا السعوديه، البلد الطيب الجميل، ونحب نقول لعم سيد السؤال. عايز اسال سؤال، افكر لك بسؤال بقى. فكر في سؤال. في السفر كده حسيت ايه؟ حبيت ايه؟ يعني كلمنا عن السفر، كلمنا عن نفسك، كلمنا عن. والله هو موضوع السفر بيعلم حاجات كتير، بيعلم الصبر. ده السر اكيد طبعا، موضوع الصبر ده، وخاصه مع الناس اللي هم ما لهمش في السفر، البعد عن الاهل اللي واخد على العشره والصحبه والناس والكلام ده، الموضوع ده بالنسبه له بيبقى صعب. غربه. طبعا، خاصه حتى لو مده بسيطه. يعني انا عن نفسي اكتر مده سافرت فيها كانت حوالي 32 يوم او 35 يوم. دي المده الوحيده اللي قعدت فيها 100 يوم و10 بس، اللي كان السبب فيها يعني ربنا يتقبل سبحانه وتعالى. والحمد لله ربنا يعني اراد ان احنا ان انا احج بفضل من ربنا، ودي حاجه جميله 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 جميله، ودي اللي هونت على السفر. بس انت بعد كده لو انت في سفر اتصل بيا، انا بعمل اكل كده. لا ما اظنش هتعمل اكل زي كنت بعمله بفضل الله. يعني انت بتعرف تطبخ؟ بفضل الله في السفر دي خاصه. تطبخ احسن مني بفضل الله. ما تخلينيش اتحداك. بفضل الله، بفضل ما ربنا بيتعامل. الاكل انا بحبها الرز اللي هو ابو شعريه دوت، ورز بسمتي وفراخ. لا البسمتي البسمتي ده ما طبختوش. لو عملت المكرونه، عملت مكرونه مسلوقه. بس هنروح نصلي الجمعه عشان ما نتاخرش، وعلى الفطار النهارده يجهز لنا سفره حلوه كده من ايديه. انا عمري ما اكلت من ايديه الصراحه. النهارده هنجرب. اول دبس نفسه يا عم ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. بس مش ملاحظ حاجه؟ ايه؟ الله اكبر عليه، ده يوتيوبر قد الدنيا واقف كده وبيتكلم. لا بس مش بيتناكى، خلي بالك انا اشهر
هرمنك عمري ما اقف كده وانا بتكلم قدام الناس. لا الله يعلم ان لا فيها سمعه ولا فيها رياء الوقفه عادي يعني وقفه تلقائيه مش انا بهزر معاه في نفس الوقت. هو بصوا عم سيد ده انا بقول له عم سيد هو اكبر مني ما شاء الله بمراحل يعني هو لو كان متجوز واصغر شويه كان بتكبره اكبر مني بكام سنه اللي هو بتاع 7 8 3 سنين بس. هو احنا عشان هو اكبر منه ب10 ازاي انت اكبر منه ب7؟ عايز اقول الكلمتين بقى هو عشان حد محترم وبيحبنا واحنا بنحبه فاحنا بنهزر مع بعض. لا طبعا عشان انت اخويا انت ممكن تكون جوز اختي بس مش اخويا. لا انا مش اخوك فاخويا بالله انت اللي اخويا مش هو الاصغر. لا هو بصراحه حاج سيد يعني من الناس المحترمه ربنا يبارك فيه يا رب. الله يبارك لك الله يحفظك. طبعا بصراحه انا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعلم في الظاهر وفي الغيب يعني الواحد بيقول ايه على النسب اللي ربنا كرم الواحد بيه. واسال ربنا سبحانه وتعالى ان ده يبقى بين الناس وبعضها وكمان احبابنا يعني ازاي ان الواحد حتى لا قدر الله يعني سامحونا يعني لو انا مثلا في حاجه او في اي موضوع او في اي كراهيه تسامح ده حاجه جميله 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 ربنا يجعلنا ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل لنا نصيب في الموضوع ده. ودي من ضمن الحاجات اللي قابلتها هناك وربنا جعلها سبب. ويعني عاوز اقول لكم المصريين محبوبين في كل مكان والله العظيم. شفت مواقف والله المصريين خاصة على مستوى العالم ليهم كاريزما كده يعني مش عاوز اقول لك. واحد صاحبي هحكي الموقف ده ونختم بقى عشان ما نطولش. نختم اللقطه مش نختم الفيديو احنا رايحين نصلي لسه معاه 5 دقايق. كان حد من اصحابي من ضمن المواقف اللي دي مواقف حيه معايا معانا احنا يعني كان بيشتري حاجه اخواتنا السعوديين راجل يعني حاجه زي حاجه و50 سنه فهو خلاص بيحاسب الكاشير فقال له خلاص حسابه عندي. السعودي بيقول للكاشير لصاحبي حسابه عندي خلاص ما تحاسبوش. فراح باصص له كده فبيقول له انت هتحاسب لي ليه؟ انت ما تعرفنيش. قال له بس هعمل معاك واجب. قال لا احنا لما نكون صحاب او تعرفني او اعرفك تعمل معايا واجب مش حابب حاجه زي كده. فقال له ليه؟ قال له انا ما بحبش الصدقه ما تصدقش عليا. قال له والله ما في حاجه ده انا يعني محبه. قال له لا معلش احنا كرامتنا بتنقح علينا. قال له معلش ففصله كده. قال له معلش احنا كرامتنا بتنقح علينا حتى لو انا مش لاقي اكل برضو ما تحاسبليش على ال. قال له والله يا مصريين والله يا مصريين انتم سادة العرب والله يا مصريين انتم اهل العرب. وقعد يتكلم في بصير فراح بصص له كده المصري بيقول له صاحبي اسمه احمد صلاح انت بقى بتتريق عليا ولا؟ قال له والله هذا حقك والله هذا حقك. ان هو في معنى الكلام ان انا ما يعني ما بتريقش عليك ما بستهزئش بك والله هذا حقكم والله انتم اكرم الناس وانتم احسن الناس. واحنا يعني رغم الحرمين ورغم الاماكن المقدسه في بلدنا ولكن احنا بنحب ان احنا نروح مصر بالجو الجميل الحياه الجميله البساطه. ودي يا جماعه سبحان الله يعني والله لو لفيت العالم حتى انا قلتها اول ما جيت مصر يعني فيها حاجه غريبه كده. مش عشان هي بلدي الله يعلم ان انا قابلت ناس كتير وربنا منع علينا بالسفر بره مصر. سمعت الكلام ده من كذا حد يعني فجزاكم الله خير على المقابله الجميله او اللي بتقولوا عليها ايه بتقول عليها ايه انت خلاص ما بقتش مصري انت عشان بعد السعوديه مش مصري. لا 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 الله تعالى عشان نلحق لايك لعم سعيد. يلا سلام عليكم. ترحيب جامد بقى ترحيب من النار ترحيب من النار. ماشي حبيبي يلا اتفضل. النهارده الحمد لله يوم فيه تفاؤل وفي حاجه حلوه وفي حاجه جميله فيا رب يكمل على كده الاخر ان شاء الله. انا عن نفسي مبسوط الحمد لله. هو البيت ما شاء الله فيه حيويه وفي نشاط وفي طاقه واراده وحاجات غريبه كده بس انا مش عارف هما بيعملوا ايه في الشجر هناك. بتعمل ايه في الشجره؟ قلبة الكهرباء دي متعلقه في الشجره فكنت بفكرناها في حاجه ان هي بحس ان لو في مطر او في ميه ما حدش يتضر يعني. ما اعتقدش هي بقالها كتير قوي هنا اصلا ما فيش حاجه حصلت الحمد لله. يعني مكانها كده امان؟ او ممكن ما نوقف حد يمسكها مثلا لو في ميه ولا حاجه نوقف يوسف جنبها هنا كده يعمل شجره. تعالى يوسف اعمل ايه؟ اعمل شمسيه ليها يا يوسف. وريني خد ياد ما تجرنيش انا لسه صاحي مش قادر. ياد ما تجرنيش يا طماطم اهو. جيبوا الحاجات دي منين؟ والله هم اللي بيفضلوا يلفوا ويقولوا انا ما بعرفش اكتشف الكلام ده. يا نعمه يا نعمه روح البسي يلا وتوضي روح البسي وتوضي عشان تروحي معانا الجامع الصبح. طب يلا صباح الفل يابا.
جمعة مباركة عليك والله أكبر. بسم الله ما شاء الله طلت بالأبيض ومنور. عقبال يا رب ما تكون جاي من الحجة يا رب بالأبيض. نروح الحجة إن شاء الله صحبة كده بمشيئة الله تعالى. بأمر الله تعالى. الحجة حاجة جميلة يعني ربنا يكتبها لكل مشتاق. اللهم أمين يا رب. إحنا وإنت تاني وكل المسلمين اللي بيسمعونا دلوقتي. يكتبها للناس أجمعين. كل من أراد أن الحج الله يكتبها له العام القادم بمشيئة الله تعالى. اللهم أمين. يلا توكل على الله. يعني حاجة جميلة. نتوكل على الله. يلا يا عم زياد. يلا يا باشا. يلا يا استاذ يوسف. يا باش مهندس. يا باش مهندس. لا انت تخش. بابا قالك مش هينفع تروح تصلي معاك جمعة النهاردة. لما تكبر شوية تيجي تصلي في الجامع. ماشي ماشي. يلا احنا هنمشي. واقفل الباب ورانا. يلا اقفل. يلا باي باي. اقفل اقفل. يلا يعني ده ينفع ده؟ في هو في كده في الدنيا؟ تعال اركب معانا. تحفه. اركب معاكو. طب والناس اللي تحت ما يركبوش؟ ما هم نزلوا اول السكه. ما شاء الله ما دام قلبنا. ما شاء الله ما انا كده انت خلصت ربع الصينيه. طبعا يا جماعه اللي احنا بناكله ده اسمه قرع العسل. طب وبالنسبه للجماعه اللي في البيت ما لهمش نصيب ولا ايه؟ ما هو قالت لي ده منابه في صينيه تاني. لا بس طعمه حلو قوي. النهارده الفري بتاعي يا جماعه عادي يعني. بس يا اسطى بص يعني اجيلك انا والشيف. ما تيجي يا عم سيد كل معانا. صحه وعافيه. تعالى كل. لا يا عم ده راجل رياضي ده ما باكلش سكريات. ده مش من السكريات. لا ده ما شاء الله. ايه هو عشان طعمه حلو يبقى من السكريات؟ تعالى خد. اركب اركب. اللي عاوز ياكل يجي يجيب معلقه ويركب معانا. خد. انا هنزل اجيب معلقه واجي. اها. ايه ده معاك معلقه يا ابني الايه؟ معلقه اهي. عم يا جمل طعمه حلو قوي 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 معموله في الفرن حاجه كده ايه جمال. عمايل ايد اختي دي جمال. الف هن. احنا كده كده خارجين اصلا فاهم. قدامنا شويه هنخرج عادي. ممكن نبقى نجيب تاني. عايز تيجي تعال. انا عن نفسي هجيب لكم قرع تاني. هجيب لكم قرع تاني. وانت تاخدني معاك. ماشي. وانت تاخدني معاك يا محمد. يبقى تعالى معانا. تيجي معانا يا عم سيد. لا خليني. لا تيجي معانا. الله الله ايه ده ايه ده ايه يا عم الحر ايه ده. تيجوا نصيف يلا بينا كده الصيف ده بتاعنا يا الصيف ده بتاعنا 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 الصيف ده بتاعنا 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 بتاعنا. انت تيجي 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 زي ما تطلب زي ما تيجي. نطلع رحلة نفضي دماغنا كله هيرقص على مزازيكي. زي ما كن مولود سواق في المزيكا تلاقيني اداء ما احنا احسن ناس. ده انا بيع الهوى لو كان يتباع زي ما كن مولود بيع ميكانيكي وترزي وتبع احنا احسن ناس احسن ناس احسن سلام على ريحة السمك وحلاوة السمك. أم النهاردة يا جماعة قلب ريحة البيت كله. الله ينور يا حاجة. الله يخليك يا محمد. الله ينور. إيه الريحة اللي مجننة الدنيا دي يا ابني؟ أنا مش قلت لك 100 مرة خليني أسلم على الناس الأول. اتفضلي يا حاجة خد راحتك. بتفاجئني كده. معاكي الكاميرا يا حاجة. إزيكم عاملين إيه وكل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة السمك وتعالوا كلوا معانا. وتعالوا كلوا معانا رز وسمك. الواد محمد دوت خدني غفلني. الله ينور عليك يا حاج. امي عامله السمك يا جماعه البولت النهارده بصراحه ريحته قلب البيت كله. وايه بجد والله العظيم ريحته جميله. انا اصلا من عشاق السمك. احنا بنحب السمك والمحشي. احنا اكلت سمك ومحشي. اه شفت السمك وحلاوه السمك يا الله ينور عليك يا حاج. الله ينور عليك يا سوسو. الطشه دي بتجنني. الطشه دي بتهدي. تعلموا يا اللي انتوا عايزين تتعلموا. شفت صينيه السمك يا محمد؟ الله ينور عليك. دي اخر طاسه. الله ينور عليك يا اسطوره. بص يا جماعه عشان ما تقولوش ان انا ببالغ. بصوا شكل السمك. بصوا شكل السمك عامل ازاي. يعني السمك بيتكلم عن نفسه. ايه الجمال ده. هروح انادلهم بقى كده. الاكل خلص. اه الاكل كله خلص. هطلعهم من الميه والسلطه اهيت عشان الحاج سيد منورنا. عملت له اكله السمك دي.
تسلم ايدك يا ست الكل. الله يخليك يا محمد. تعيش وتعمل لنا يا رب. ايه يا رجاله مش هنخلص بقى؟ خلاص الاكل خلص، الاكل خلص. يا شباب لا اتنين اتنين ده ما تتقسمش، لو في النص يا شباب. ايوه في العرض ما انخفتم اهو يا شباب. وقع نفسي يا حبيبي، انا ما معاكم ميه في النص. لا هي اللي وقعت في الميه في النص، ما احنا جاي يا جدعان. الاكل خلص، ثلاثة اتنين. خلص وانتوا هتاخد خرطوم في البسين ليه كده؟ هنخلص الفورة، ما احنا بنلعب الكرة الطايرة. يلا يا عم سيد، يلا يا عم سيدنا فورة. يا حلاوة السمك هو ده. يا حلاوتك يا غزال وانت ماشي بالتير. يا عم بتطلعها بره بنخسر. يا حسن ايه؟ امك خرجت لك بنفسها ايه؟ الاكل هيفرد. طب يلا اللي ما يخرجش ياما رشيه بالميه. القطط هتاكل السمك قبليه. اللي مش هياخد هرشه بالميه. يلا ده الميه سخنه. ايه رايك في العضلات؟ ربنا يخليني ليكم. اسوديت وافضل طول الوقت حاميكم. افرش يا اسطى جعانين ولا بس هنا. استنى هنا هتتبل، خلينا في الجنين. لا احنا بنشف الارض. طب ما في الجنين بنشف الارض والله. امال انا حاسس بالرطوبه ليه؟ ما هو عشان الجو ساقع. ما تنجزوا يا جدعان، عايزين ناكل. هات المفرش الثاني. طب روح هات، روح هات. طب هات طبليه، هات طبليه، طبليه. طب احنا هنقعد على ايه ده؟ صح صح لايك. ايه هنقعد على دي بقى ونحط الاكل على الطبليه؟ ما احنا مش هنحط ليه؟ صح لايك. كنت عايز تعلق؟ اه كنت عايز اعلق عليه بس عارف انت كان عايز يعلق. يا ولادي العظيم مش عارف. يا ولادي اللذين. امي كانت بتخبز النهارده، هفرجكم على العيش اللي هي عاملاه. هفرجكم على العيش اللي هي عاملاه، عامله شويه عيش بلدي حاجه كده من اللي قلبك. خش اجيب السمك من اللي قلبك يحبه، من اللي قلبك يحبه. والله العظيم صاحيه من الفجر عمال تخبز في العيش. لو كانت صاحيه متاخر شويه كنت صورتها لكم، بس انا صحيت وخلصت وانا نايم. وانا كنت عمال اعجن معاها. وانت عمال تعجن؟ امسك البتاع كده واشيل الفوق واروح. لو انا كنت صاحي كنت صورت لكم اللقطه ديت، بس انا كنت نايم في التوقيت ده. ايوه جاي. بص بص صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. واحد الله لا اله الا الله. حبه سمك لونه ذهبي. واخد بالك بص السمك عامل ازاي؟ واخد بالك لونه ذهبي. بص السمك يعني ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ جامد قوي. بص شكله، شكله تحفه. الله اكبر على العيش بتاع امي. هو ده العيش بقى يا جماعه. انا عايز اقول لكم صاحيه من الفجر بتخبز فيه. طب كنت تصوري لما اصحى؟ كنت تصوري لما اصحى صورك وريني كده. بحب المفاجآت. اوعى الرز سخن. انت ايه ده ملايط وشك ايه؟ ما انا حاطط ماسك. انا صحيت الساعه 5:30 الصبح بعد الفجر، انا لقيتها قاعده ومدخله الفرن جوه هنا وكانت عماله بتخبز عيش. قلت لها الله يكون في عونك ياما، انا طالع انام تاني. الله ينور عليك يا حاج. عجناها الساعه 3 بالليل. وانا ربنا يديك الصحه يا كمان في البتاع كمان. انا اكتر واحد عشق الخبيث، بحب الخبيث. طب اديني اطباق اغرف انا رز. اغرف يا حبيبي. بص بقى ايه، اصل الرز ده ليه طريقه في الغرف عشان ما يعجنش، لان لو عجن مش هيتاكل، لان العين بتاكل قبل البق. شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الملحوظات دي يا جماعه. انا بعلم كل واحد يا حسن بتتفرج عليا وما بتعرفش. يا حسن يا جابر انت بتغرف غلط، ما بتغرفش كده. انا عايز اقول لك ان انت جاهز في مفاجاه. ايه ميرفت عامله لك مفاجاه كده ليه؟ انا كده يا راجل. كده يا راجل مفاجاه. صح الصح ماشي. جايبه لك هديه عيد ميلادك يا عم. طب وانا جايبه لي عيد ميلادي؟ ده عيد ميلاد انا. ده عيد ميلادي بقى عدى بقاله يجي شهر. عيد ميلادك قرب. ايوه امتى؟ كمان اسبوعين. دي تعمل لك حفله جامده جدا. لا انا عايز على مرسيدس. دي تعمل لك عربيه جامده جدا. عايز واحده جي ال اس. اسمها جي تي اس. جي تي اس مش انت مش عارف تقول اسمها والله. اسمها جي تي اس. هات يا محمد بقى. صحيح يا زياد، انا عايز اسالك سؤال. عايز اسالك سؤال بس ترد بصراحه ومن غير كسوف ومن غير احراج. قول يا باشا. هل نفترض دلوقتي يعني انا هناكل ان شاء الله في السهره كده، هاخد اخواتك وهروح عشان اعمل لهم تحدي دي في السوبر ماركت. سؤال لو سمحت. استنى بس استنى 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 اسمع يا واد غالي. سمعت يا ليه بقى صغيره ليه؟ السهره هنروح تحدي دي وعادي كده. عادي كده مفيش هيصه. الفكره بقى في ايه؟ الفكره في ايه؟ هل انت كزياد ما شاء الله انت طلعت بطاقه دلوقتي؟ أيوة. وبقيت كده وبقيت دلوقتي اسم الله. وبقيت دلوقتي خلاص فرد من افراد المجتمع. هل تحب ان انت تتشارك معانا في تحدي الدقيقه ده ولا ما بقاش يناسبك؟ اشارك فيه طبعا. بتعلي عليك حسن بلد اهو. يعني ايه الفرق ما بين اللي هي غرفاه ده اللي هي غرفاه وده اللي انا غرفه؟ يعني ده احلى بكتير طبعا يا عم. عادي. وطبعا ما فيش اجمل من ان انت يكون عيد ميلادك عدى بقاله فتره كبيره ولسه بتفتح في هدايا عيد ميلادك. طبعا ميرفت خطيبه اخويا ومراته المستقبليه ان شاء الله. احب اقول لك شكرا على الهديه الجامده اللي لسه ما عرفهاش، بس هي اكيد جامده. يعني شوف بقى هي ميرفت جايبه لي ايه. الله على الصوت. الله
انا عدى على عيد ميلادي فتره شايفين ولسه بفتح الهدايا لحد النهارده. يعني انا عيد ميلادي كان 20/7 اللي فات ده ولسه بفتح لحد النهارده. معنى ان انا حد مهم يا جماعه، انا حد مهم جدا يعني. طريقه عشوائيه جدا بس عشان الفيديو ما يطولش واحده واحده، ومش عايزين عشوائيه عشان ايه يبقى في سنس في الموضوع، عشان لما نيجي نقول لحد شكرا نقولها له مش ياك باين عليها بتجيب ماركات دي كده فاضيه مفيهاش حاجه، هدوم شورت جامد جامد. هو سيف بيحب الشورتات اصلا، بس ده ليه ما جاش وانا في المصيف؟ يعني ليه ما جاش قبل ما اروح مرسى مطروح؟ كان هينفعني اكتر. بس جامد والله، والله حلو والله. شكله مقاس كام؟ مقاس كام؟ مقاس كام ده؟ مقاس 34 يا ميرف. انا بلبس 30 واحيانا 32 يا ميرف. انا كده انت هنوصل للناس ان انا يعني مش عايز اكمل. حلو حلو، هلبس له حزام لو طلع كبير شويه، بس هو كشكل والله العظيم جميل، حلو قوي عجبني. ماشي نسيبنا بقى من ده. الله، انا كان عندي قميص زي ده بس للاسف باظ. باظ من ايه بقى؟ ان انا كنت في مره كنت عند الحلاق وقع عليه يا حنه وحاجات كده وما رضيتش تطلع تاني. ده شبهه وجامد، وكنت بحب الشميس ده قوي 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 قوي، وزعلت قوي لما باظ. بس جامد اقسم بالله، والله العظيم حلو، والله جامد. انا اصلا بحب القمصان البيضاء عشان انا بحب اللبس الكلاسيك، فده يعني هيمشي معايا كلاسيك. هو انا اللي حاسس نفسي جو موسى في نفسي كده اهو. بس جامد صح؟ جامد ماشي. تشيلت كبير قوي، اكبر من بس والله حلو، والله جامد. ايه تومي؟ والله العظيم جامد على فكره، انا مش بهزر ومش بتريق. بس بص ابعد لكم شويه اهو عشان ايه يجي كله. والله حلو، والله جامد. استنى اقيسه. حلو اوفر سايز، اللي هو يعني ايه يبقى واسع كده، حلو عشان الصيف ده لو اتلبس على الشورت ده. يعني بصوا انا ايه لابس ده كده وده كده جامد، بس كده اهو. والله انا هتكسر، مش هلحق افرح بالهديه وهتكسر. جامد اول بنطلون ده، جامد اول بنطلون ده، كيب اوت. شايفيني جامد؟ انا ما عنديش زي ده اصلا، بس البن القطعيه دي ما عنديش منها والله العظيم. جاي اقسم بالله من احلى الهدايا اللي جات لي وفرحت بيها. ان شاء الله لما اكون جاي عندي كاميرفت هبقى البس البنطلون ده وهلبس عليه الشميز الابيض، مش هلبس الشورت عشان مش هاجي عندكم بالشورت، هتكسف. انت عارفاني ايه بتكسف. طبعا ميرفت خطيبة اخويا، عايز اقول لك ان احنا كلنا مش بس محمد، كلنا احنا بنحبك وبنموت فيكي. اتمنى يا رب يجي اليوم بسرعه اللي هتبقي موجوده معانا فيه عشان خاطر تنوري الدنيا وتكتري علينا البيت وتمليه فرحه وبهجه وسعاده وسرور وكل حاجه حلوه يعني في الدنيا. شكرا شكرا شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخيرا جم، لما الصبح هم بره. كل ده كل ده من الصبح؟ هلا والله، ده انتوا من الصبح بره. نصيب بقى. بص بقى جايبين ايه لما بنكون مع بعض بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جايبين قرع عسل جامد، بسم الله ما شاء الله. امسك اول، في ان شاء الله مفاجاه بنحضر لها من الصبح واحنا بره، فان شاء الله ربنا يكملها على خير. ما تحرقش ما تحرقش يا حبيبي، ما تحرقش يا بابا. يعني انتوا من الصبح بره عشان خاطر البطيخه دي؟ بص البطيخ ده، هو البطيخ ده بس هتلاقيها مستويه ازاي. طب ايه كان جايبه احنا امبارح؟ كانت حمراء بس مسكه برتقان اهو. هات الشنطه دي الخاصه. ده برتقان بس خصوصي. خد ده عشان تخط خاصه. وده تفاح؟ لا ده عنب بس خصوصي. عقبال عندكم ان شاء الله، عشان قريب عندنا حاله ولاده، فاحنا في حاجات بتبقى خاصه بنجيبها خاصه للي هتولد ان شاء الله. يعني انا اول مره في حياتي اكون شايف محمد بيلعب ماتش وكسبان الرقم ده. كسبان ايه؟ كسبان 9 على 9. نور انت بس. مين التسعه؟ انا التسعه. لا يا حبيبي وقف بقى، خلي بس وقف يا عم. والله انا التسعه. طب خدوا ضوء القرع ده. هو بص، هو بص. اللي يشوفه يقولوا عدس. يعني هو باين هو عدس. هي خالتي اديتهولي وقالت لي اديه خالك عشان هي عايزه تقارن من ده واللي انتوا كلتوه في الصينيه، انهي الاحلى بقى؟ فانت دوق يعني ودوق. انت شفت طعم التاني؟ إيه؟ طبعا. فانت دوق ده بقى. لا تاني احلى.
الفرن احلى. اللي في الفرن احلى. الفرن احلى. انا جاتلي من ده وعجبني بس بتاع الفرن احلى. انا بحب بتاع الفرن هو عكس. الايه؟ هات قوم في نفسك. القرع 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 بيمد البرة. لا بس هو اللي يشوفه يقول عدس يعني ده لو قدامي في تلاقي ما هفكره عدس. عدس. انت بتهزري بقى يا اما انت مزاجي تلاقي. والله العظيم بعدس. كسبان 9-5. بس يا جماعه كده انتوا عشتوا معانا النهارده اليوم كله يا رب نكونوا انبسطتوا معانا وكده الفيديو بتاعنا خلص ونشوفكم على خير. ونشوفكم على خير. مع السلامة.